جهود الأرض الموت تطويها. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء والأفاضل، نتواصل نحن وإياكم مع تحديات هذا الصباح، تحديات سن الإجداء، ومن ضمن هذا السباق سباقات موسم الطائف الأول في عام 2024 للميلاد، الذي نشهد هذا الحضور والجمع الغفير والأسماء والشعارات التي تحضر بكل فخر وبكل اعتزاز لمتابعينا ومشاهدينا الأفاضل. على بركة الله ينطلق الشوط 18 للقعدان الإجداع، ومن مسافة 5 كيلومتر هكذا مقدمة الشوط. والمركز الأول نتابع شعار فهد بن ماجد بن محمد القحطاني، ومع انطلاقة مهيض بالمركز الأول. المركز الثاني نتابع الوصول من خالد بن عزيز بن حامد القرشي، مع انطلاقة قاصد مع المركز الثاني، وبن بعيدان ثالثا شعار المكتشف مع المركز الثالث. ورابع المراكز نتابع الوصول من شعار الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع مبلش، ومع رابع المراكز وخامس الانطلاقات نتابع رويشد بن سليم الجهني مع انطلاقة الناعس، وحلوان يصل بشعار في هذه اللحظات. عبد الله بن حنس العتيبي مع حلوان، يتدخل حلوان في دائرة النداء. هكذا أيها المتابعون النداء الأول اتممناه على مسامعكم. نعود إلى مهيض. مهيض مع المركز الأول، فهد بن ماجد بن محمد القحطاني هو المتقدم مع المركز الأول، ولكن حلوان هو القادم في هذه الأثناء بشعار عبد الله بن حنس بمسح على المقاطي. العتيبي غير، العتيبي تقدم مع حلوان بالمركز الأول، وشعار العتيبي أبناء الطائف ينطلقون بمقدمة الشوط مع انطلاقة حلوان واندفاع حلوان. بالمركز الأول عبد الله بن حنس العتيبي، بالمركز الأول شعار المقاطي يتقدم مع مقدمة الشوط مع حلوان. عبد الله بن حنس العتيبي مقدم لنا انطلاق واندفاعات حلوان مع لوحة 3 كيلومتر هي الفاصلة عن خط النهاية وعن البطل الذي سيتوج بطلا لهذا الشوط. حلوان مع المركز الأول. المركز الثاني وصل السعدون مع ثاني المراكز، وصل رياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع انطلاقة مبلش، والمركز الثالث مهيض فهد بن ماجد بن محمد القحطاني مع مهيض. ورابع المراكز ورابع الأسماء وصل الناعس، يتقدم شعار رويشد بن سليم بن رويشد الفزي الجهني مع انطلاقة الناعس. مع المركز الرابع المركز الخامس وصل بن بعيران، تقدم محمد بن عبيد بن راشد المري مع انطلاقة لازم. مع المركز الخامس نداءون الثاني اتممناه على مسامعكم. نعود بعد ذلك النداء إلى المركز الأول، إلى حلوان وانطلاق حلوان بالمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على انطلاق حلوان وعلى اندفاع حلوان بشعار عبد الله بن حنس المقاطي العتيبي. تقدم العتيبي مع حلوان واندفاع حلوان.
في المركز الأول يتقدم مع مقدمة الشوط، ومع الانطلاق الأول يستفتح لنا لوحة الاثنين كيلومتر. لوحة متر هكذا اثنين كيلومتر هي المتبقية من عمر هذا الشوط، وما زال حلوان محافظا على المركز الأول، وبشعار عبد الله بن حنس العتيبي متقدما وعلي بداية يبتعد عن سرب وعن المشاركين والطامعين في نواصي هذا الشوط. العتيبي بالمركز الأول، المركز الثاني وصل شعار في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. ثاني المراكز وصل وتقدم شعار في هذه اللحظات مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي مع انطلاقة وبران مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصل سمير بن مرزوق الشلاقي مع الطيار، ورابعا السعدون، ولكن حلوان بالبداية الأولى وبالمركز الأول، وعبد الله بن حنس العتيبي في المركز الأول ومع البداية الأولى ومع الانطلاق الأول. حلوان بالمركز الأول، ولكن غير وبران، غير الكربي، تسلل الكربي واندفع مع الاندفاع الاول، وتقدم شعار مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي، ومع وبران الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الخطير والمثير يا اخواني. وبران مع المركز الاول ومع البداية الاولى، شعار الكربي في المركز الأول، شعار مبخوت صالح بن ناصر الكربي في البداية الأولى ومع الانطلاق الأول ومع المقدمة ومع المركز الأول. وبران وبران مع البداية الأولى ومع المركز الأول ومع الاندفاع الأول، والعصب الأبطال بدون أي أوامر بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات ينطلق بالمركز الأول. الكربي الكربي في البداية الأولى ومع الانطلاق الأول، يا سلام على هذا الانطلاق الممتاز مع آخر الأمتار والعروض المتميزة والعروض النهائية، العروض الأمتار الأخيرة مع وبران 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 بالشعار الكربي. أبناء الرياض، أبناء الجنادرية يحضرون بتمثيل شعار الكربي، أبناء درة الميادين يحضرون بحضور مشرف، بحضور مشرف يحضر الكربي بكل فخر وبكل اعتزاز. تهانينا والنماس من هذه اللحظات لمالك الأبطال بشعار مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي منتزعا وحاصلا على نواصي هذا الشوط. تهانينا يا الكربي على الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني مراكز نتابع الوصول مع المركز الثاني ومع التحديات نتابع شعار شعار اللحظات مع المركز الثاني. شعار مصلح بزيز بن سلمان الجهني مع مرعب، والمركز الثالث حضر شعار تركي بمبلج من سفر برزق القمي مع روشن، ورابعا شعار جابر بن سالم المري، وخامس المراكز شعار اللحظات محمد بن ناصر بن مشيط المري مع الدين. إذا متابعينا الأعزاء تهانينا والنماس لمالك وبران من انتزع نوماس الشوط بشعار مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي منتزعا وحاصلا على نوماس هذا الشوط. مشكور يا الكربي، مشكور على تقديم وبران بطلا لهذا الشوط ومقدما لنا الأداء الممتاز والرائع في صباح هذا اليوم، منتزعا وخاطف نوماس هذا الشوط وتوقيت وبران 8 دقائق 9 ثواني 81 جزء من الثانية، توقيت وبران بشعار مبخوت بن صالح الكربي من تزعان ومصر الشوط. تهانينا ونماس لجميع الفائزين.